سنة 2015 فاز تشيلسي بالدوري الإنجليزي، وكان حديث الإعلام في مصر يا ترى اللقب احتسب لمحمد صلاح المعار لفيورنتينا ولا لأ. في الدوري الإنجليزي في قانون بيحدد مين يتحسب ليه اللقب ومين لأ، وفي الدوري المصري كمان في لوائح بتحدد الجزئية دي. اتحاد الكورة بيوفر ميداليات ذهبية لبطل الدوري بعدد الحد الأقصى لقوائم اللاعبين، بالإضافة لميداليات قد عدد اللاعبين تحت السن اللي دخلوا قائمة مباراة واحدة على الأقل، و12 ميدالية للأجهزة الفنية والطبية والإدارية. بطل الدوري المصري وبجانب الميداليات بيحصل كمان على درع، وحسب اللائحة لازم يسلمه قبل نهاية الموسم التالي ب15 يوم على الأقل. كل ده جميل، بس تعرف إن المفروض اتحاد الكورة يدي البطل كل موسم درع تذكاري يحتفظ بيه مدى الحياة؟ يعني دولاب الأهلي المفروض يبقى فيه 41 درع دلوقتي، بس عموماً البند ده غير مفعل في لائحة الدوري.